أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا في برنامج صفي قلبك. تشوف فيه كيفاش حازق روحي شوي، لأنه الكرتون خباه لهنا، فهمتني؟ معناتها خططوا باش نعمل دور الجمهور ودور المنشط في نفس الوقت. يعيش، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة، شكرا شكرا شكرا. إذا أعزائي المشاهدين، كما قلت راعيوني شوية، اليوم باش نعمل المنشط والجمهور في نفس الوقت، نظرا لأنه البرنامج هذا ويكلو كما قاعدين تشوفوا، نظرا للجماهير الغايبة. الفيفا حكمت شهرين بدون حضور الجمهور، نظرا للمقذوفات والشماريخ. والشماريخ والله العظيم. دونك وحدنا اليوم ان شاء الله ربي يقدر الخير. اليوم ما باش نحكيو على وضعية اسمها التحيل، اللي هي في الحقيقة كثرت في بلادنا. تحيل باش نستقبلوا مدام حدي باش تحكي لنا شنو هو نوعية التحيل اللي تعرضت له. تفضل مدام. مرحبا بك سيدي، مرحبا بك. بيك عايش لاباس. يا الله يا ربي. زارت البركة، مرحبا بك. بيك عايش. أنت مدام حد. إي. زيد شوي خليه يقعد بكذا. حدي 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 حدي. أنت زوج سعيد الرتيبي. زوج سعيد. سي محمد سعيد ارتيبي. ارتيبي، مرحبا بك. من جيتونا سيدي؟ قصرين. من القصرين. الاولاد اللي تصوروا فيه تحيه تصفيق بربي، خاطر تحيه لهم. سي بون سي بون، يعطيكم الصحه. فهمني ولا تحيه لكم وتحيه لاهالينا الكل في القصرين. انت جيت خاطر ثم وضعيه نتاع تحيل تعرضت له. ايه هكا مو؟ ايه. مدام حدي، انت من القاصرين وهذايا زوجك، وتعرضت لعمليه تحايل. تحايل ساعه، خلينا نتعرفوا عليك. انت اصيله القاصرين؟ من زلفين، تابع القاصرين. اي ولا القاصرين؟ من القاصرين. من القاصرين. به، وزوجها انت زاد اصيل القاصرين؟ من زلفين. نحن من زلفين ومولايه القاصرين، نعيشوا في القاصرين. لا تمديه نتاع زلفين ومولايه القاصرين. نعرف نعرف، حي كبير برشا. نعيشوا في القاصرين، حي النور. كيفاش تعرفتوا على بعضكم؟ تقبلوا بعضكم مسيو؟ عرش واحد. ايه عرش واحد. كيفاش تعرفتوا على بعضكم؟ هذه خويا ماخذ اختها. خوك ماخذ اختها. خويا ماخذ اختها. أيوة. وبحكم ان احنا صغار، يوم الله يرحمها تقول لي تناخذ لك اللي هي حدي هذه. قعدنا هكاك هكاك اللي كبرنا هكا ومشي نخطب لها هون. يا الله سلفيتنا واختي. لا لا، امك من انتم صغار، قداش عمرك من اللي صغير؟ انا ناقل روح عمري 10 سنين. 10 سنين قلت باش ناخذ لك حدي. هي ما صغار نحن مع بعضنا وباش ناخذ لك حدي. لحظة عاد الحيش شوية. ان شاء الله الحيش. 10 سنين تو احنا وحدنا، تو بيشوف فينا حد، حتى الجمهور ما ثماش. 10 سنين قلت لك باش ناخذ لك حدي امك. هي احكي 10 سنين. كيفاش ناديتك؟ نحن صغار مع بعضنا. هي تحب، فهمت؟ هي تحب امي ليا. هي تحب باي باي ولد خالها. به، وانت وقت فانا سنة علموك اللي باش ياخذوا لك سي محمد؟ لا عندنا سي كبير لنا 18 عام. 18 عام؟ وقت اللي كان عمره 10 سنين ما كنتش يعني في بالك بالقصة؟ في بالي بها قصة نتاع صغر، أنا أختي نمشي لأختي بحذاها، أنا بحذا أختي نمشي نلقاها، هو ثم أمه تقول لها الله يرحمها تقول لها غالي. ثم تجاوب، ثم راحة نفسية ملي كنت صغار. أي. لعبتوا مع بعضكم غنبيضة؟ لعبتوا غنبيضة؟ أوه. ها؟ لعبنا حد يقولي الحقيقة حد. الحقيقة لعبنا وسرحنا وجرارنا طلف وعملنا كل شيء. أنت وين؟ الجبل. ناوية مشيني للجبل، مشيني للبير. مشيت للجبل. عملنا كل شيء. قداش عمرك؟ كل شيء. قداش عمرك؟ من 10 لل 15 16 للكبر هذيك نتاع عاد كبير. تجريوا في الجبل وكذا. نمشوا فاميلي الكل مع بعض. فاميلي الكل، مشنا واحد. طبيعة خلابة. نمشوا فاميلي الكل نجيبوا الحطب. سوق جمال، كانت عندنا جمال. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. ما أحوجنا للعيشة هذيك. كان يقول لك شعر. نعرفوا الشعر. فنكم بركة يز يا عدي يا عدي يا عدي. حتى لا نعشنا نسكن روحت قعدنا حتى سهرة عائلية الليلة. ربي شلي يستر.
ريتني انا بايا صعيب الله يرحمه ويرحمه يرحمه امك ما عنديش لا مني حتى لا شعر ولا شيء. ايوا احنا ما يخليش وقت اللي انا خاطب ما يخليش نروح لهم. شبيك شكون؟ وقت اللي انا خاطب هذه عطيها لي ما يخلينيش نروح نقعد معاهم في الدار ولا نبيت حذاهم ولا بوها يقول لكم بعد شيف مره بت بشبح لهم في دارهم. اسكت سي محمد ما عادش بس الميكرو ما عادش بس الميكرو. اي مشيت مره بت بحذاهم نخدم في الساحل في مستير ونروح بت بحذاهم بت نوين فريش واحد. انت وشكون؟ انا ونسيبي بت في فريش واحد وهم الداخل غادي عندنا يعني بيوت داخلهم. انت وشكون بت في فريش واحد سي محمد؟ انا ونسيبي. نسيبك. اي عايشك سي محمد. مرش بد علي المقرو. نعم سي محمد. بد علي المقرو زعما ضربني ما عادش تجيني. لحظة سي محمد هو تو قال لك إجا بت بحذايا. لا لا ما احنا كي ظل نمشي نخدم ونجو نطلع على نسيبي نمشي نطلع على نسيبي ونشوف عيال مرتي كل شيء. ما يخليش نحترف وحدي باش طبعا نمشي نحكي انا وياها ولا طبعا لا لا نقعد غادي الحزاره نحكي لك بد بحذايا انت؟ انا ما بديش ومرش بد عليك مقرون؟ مرش بد معاك قال ما عادش تجيني والله قال الحق سامحني ما عادش تجيني قال لي طبعا حتى انت ساقيك خفت شويه على الدويره لا شهر مره ولا اي قال لك ما عادش تجيني ممكن في الشهر مره ولا في الشهرين ثلاثه مره باهي سي محمد اي انت توا سي محمد توا احنا عائله واحده وخيان توا انت راك حبيت المراه هذه مش خاطر قالوا لك خذها انت بيدك مايل للمراه هذه عاد ما فماش مالها من الصغرى من الصغرى يما قالت لي تخف علي يما انت تحبها اي صحيح خاطر ما هي اختها الاخرى اسمها زكيه مرت حمد خويا اللي هي اختها ذي اي أنا تحكي بهم وبهين وعيين وكذا بنحب ناخذ طفل باهل ولدي مشيتك العاده بتاعتنا نحن الناس قبل هكاك وصلنا اللي كتب مكتب يا ما انت تحبها سي محمد نحبها بالتحبيب للتو نحبها ها؟ للتو نحبها يا بابا يا بابا خلينا نخرج انا اقعدوا فيها اقعدوا غادي اقعدوا غادي احكوا مش نورمال اليوم احكوا هاكم واحد هذا استديو فارغ اللوكال تحب غير الوقت بداية صعب علينا اسمع انت زاد تحب تغلط تقول سعيد اخوي كي تغلط تقول سعيد اخوي ما تقولش ولدها ولا بيها خاطر تحبك اي اولا اي وحاسه بالامان ما دام قلت لك راك اخي اي راه ثم مرحله نتاع الرجل وهو متزوج ولا يحب امراه يلزم عنده المرحله نتاع الخو زاد اي الخو مش الزوجه او العشيقه الخو يلزمها تلقى في رجلها الخو يلزمها تلقى في رجلها البو يلزمها تلقى في رجلها السند يلزمها تلقى في رجلها الصاحب اللي تنجم تشكيله من رجلها وقبل نديرنا نحن يقولوا يعجلني يجوك يا ربعي وسعيد نعيشوا هكا عشنا برشا في بلادنا كنا نسكن في الريف تقريبا جيت في 7 أو 8 سنين وبعد حولنا للقصري قديش عندكم متزوجين؟ 30 عام 30 عام بسم الله ما شاء الله قعدنا 6 سنين عمري انا بالضبط 87 قال عمري فهمتي؟ عمري انا بالضبط شوف سبحان الله مكتوب ربي 30 عام به جبتوا صغيرات قعدنا 6 سنين ما جبناش صغار وبعد جبنا صغار 6 سنين 6 سنين ما جبتوش صغار 6 سنين رحمة ربي واسعة رحمة ربي واسعة لا تيأس من رحمة الله تم ناس تويك يتفرجوا فيه ما محرومين من الصغيرات عندهم 5 سنين ولا 3 سنين اي فهمتني ثم شكون ما يصبرش ثم اللي العمر كل خمس سنين ولا 4 سنين يقول لك لا هي ما تظناش ولا هو ما يظناش فهمتني ولا كل حد يمشي على روحه ما يعرفوش اللي قدرة ربي عظيمة نعم قدرة ربي في العيد الصغير سي جعفر سامحني في العيد الصغير نحن نسكن في المدينة ونروحوا للريف البر اللي بيه مشيت لبابا نال الله يرحمه يحبها أكثر من بنته يحبها أكثر من بنته فهمتي تغسل له وتقول له هو ماخذ زوج نساء وهي تخدم فيه وهو ما يشوف قلت له بابا أنا باش نطلق ما عادش حاجتي بها ما جابش لي صغار حسيته غضب علي وزدنا من بابا نال مشيت لبابا هي مشينا لبابا هي قلت له صالح اسمه الله يرحمه قلت له صالح أنا راني دويت ياسر باش نحب الصغار باش نطلق سكت ما قال لي حتى شيء في العيد الكبير اقسم بالله ما رحت حبلي مرة جاي مهم شهري سي محمد العيد الكبير حدي هذه ظاهرة مرأة محلاها تقول الناس الكل هي تو ما حدش حلو محلاها 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 وراك خذيت نوارة هاي نورك الله يستر ينورك عايشك انت شهلول ظاهر نفس مؤمنة وانسان طيب وهي الله وحد عليه الساعية ما دام عندك نظرة تاع مرأة تونسية الله وحد عليك ان شاء الله ربي يبارك لك اسمع وما شبكم انتم القصريين عندكم جمال ما نتاع 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 مراه معناتها قويه رغم كل شيء نتاع شموخ
والله والله نحكي لك في حاجات ما نهروش قلبي انا راني وخيك شي سي واحد يقول جبير يحكي لي على مرتي وكذا لا لا خي ولا ربي يستر انا هكي كما تحب انا راني نقول في كل صحيح والله سي جعفر كما تقول في كل صحيح بسم الله ما شاء الله وحدي هي ككلمه كاسم حدي انا نحس فيها التحدي صدقني صدقني هكا تعوده تو حدي حدي ما كاين تحدي 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 كاين ابريفياسيون كاين اختصار كلمه تحدي علاه لسن احكي لي الظروف عشتوا يبدو انه الزواج من الاول كان قاسي شويه عليكم خاطر بحكم ما جبتوش الصغار وخاطر تستناو وعالجتوا عملتوا رحله نتاع علاج نتاع مش عام راه نحكي مش عام ست سنين ثلاثه اربعه خمسه ست سنين ربي عطاه خيره كي ان جبتوا الاطفال يبدو ان حياتكم تبدلت 360 درجه تبدلت يعني نظرنا نبكوا اصلا بالدموع كما تجيو كي جبتوا ثم ظروف وقت اللي بين الاشهر ظن الواحد يبكي كيفاش ما جاب الصغير ظن نبكوا اصلا نتحمل بعض ظن نتباكوا كيفاش ما جبناش الصغار عيد صغير في العيد الصغير في العيد الكبير كي نشوف صغار عند ناس اخرى كي تشوفوا الاولاد في المناج شفتها مره هز بنيه هكا في الاولاد قلت له حطها من يدك عطها لك ربي يا اخي والله كيك شويه الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله يا ربي به من بعد فرجت ربي سبحانه اكرمكم بالبذناء تبدلت حياتكم شويه للباهي الحمد لله حسب رايين اي من جبت اولاد تو سي محمد باش تحكي لي انت علاش قلت لي كنت مقاولات وما عادش مقاولات خذيت بديت نخدم مع المقاولات مع الدوله من 2001 2001 نخدم معاك المدارس الابتدائيه المدارس الصغار ناخذ فيك خدمت تاع 7 ملايين 8 ملايين 10 ملايين وكانت الظروف باهيه والتجهيز نتاعنا يعمل مهندس واحد ونا ما نقراش برشا فهمت وشي معناتها تاخذ بطه كانها بطه من عند الدوله ولا من مشروع كبير ايه في المدارس وكذا وتتكماصه انت بالزبط. انت قولوا تشرون 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 هكاك اي نعم معناتها تحتك خمسه سته خدامه هكاك حسب عندك شويه مادري وشويه كذا اي شويه ماتريال وكذا تكري وتخدم على روحك نخدموا ونعدوا فلوس كي ناخذوا نعدوا للولايه ويخلصون الولايه والناس باهي على كيف على كيف ثم حكيت يجي 4 سنين 5 سنين عمرها تطورنا شوي عملت اجريمون في 5 سنين 6 سنين التالي كنت باتين دولت عملت تم التجريمون الاجريمون ناخذ فيه كنا ناخذ مع 10 ملايين وناخذ 50 مليون و60 مليون خلصوا في الادايات وخلصوا في السنه سيز ونصب على خدام مقاوله بالضبط مقاول ومعروف انا نخدم وحدي بنينا نعرف نبني نخدم وحدي مره من المرات جاني مفقد الشغل يسهل على المقاول وين سعيد رطيبي هنا فوق السده قلت له نعم شم قال لي يعطيك الصحه خدم على روح معروف في الدجل القصرين لان مقاول سعيد رطيبي يخدم واحد ناجح على الكيف على الكيف الحمد لله ونعم بالله ناجح على الكيف على الكيف ونعم بالله وبنيت عماره في الثوره ذي فيها 1300 متر صلي على النبي ايه من لوطه كراجات ومن فوق الدار العماره هذه وين بنيتها في حي نور ونسكن تو انت يا داري اللي جايينك على سكريتا يا بابا يا بابا بسم الله ما شاء الله وقت جاتنا الثوره ذي ايمتى الثوره حبسنا ما عادش نخدموا حكم اني هي التجهيز ما عادش يعطي مناقصات ولا شيء وانا عندي خدام اصحابي وعزاز عليا ونشكرهم حمادي رتيبي وسهيل وجماعه وكل 4 من الناس وصالح خويا وكل شيء نحن مجموعه ناكل خبز مع بعضنا ما نحبش نسيبهم نعطيهم يخدموا ثم فيك البني نتاعينا ونطيبوا والماكله والكهرباء تهز وترد ما عندي خويا صار هذا كهرباء تهز وترد يمشوا يسكنوا هما في الريف البرا حكيت 25 كيلو متر كلهم يخدموا يروحوا طورت امورنا شويه معناها في الثوره ذيك خذيت مشروع في بقعه اسمها 80 مليون به خذيت مشروع ذاك في حي الكرم ب 80 مليون سي جعفر ونحن كي نخدموا نعدوا فلوس الولايه عديت فلوس الولايه عديت فلوس باش نخلص المهندس اللي يخدم معايا حول مشى كان في التجهيز مشى لليزيت للجامعه. الجامعه اي نعم. باهي. ما هو يتبع في فيك المشروع من اللي بديت من الاول حتى اللي قريب يكمل. كي حول المهندس هذاك معايا عدى لي 50 مليون باش نخلص عليها من الولايه. كي عدى لي 50 مليون سي جعفر تخسيت في 5 ملايين. شنو 5 ملايين؟ مليون ونص يخلصوا فيه القباضه التسجيل نتاع اجراءات وقصاص تسجيل تسجيل يسموه تسجيل تاع المارشي في القباضه 3% من قيمه المشروع وكسيون تتحط في البنكه بواحد في 3% 5 ملايين 5 ملايين به مقدور عليهم 5 ملايين الوقت هذاك ما قعدت برشا والفلوس كل بنيت بها ما عادش عندي راس مال كل شيء ما عادش فلوس خلاص كنت خسيت 5 ملايين حكم اني خدمت ب 50 مليون وما خلصتش منين تندبر 5 ملايين سي جعفر انا باش نخلص منهم هذيك والكون دي كونت معدي هو لي واحد اسمه
الله يرحم والديك ووالديه، حتى كان يسمعني ولا يشوفني، عده لي قدام ربي فلوسي خادم بها. والكسيون تاع 5 ملايين ما لقيتهاش باش نجي انا حاسس ما فهمت توا، انت ستلتجأ انك تتسلف. يرحم والديك. انت قصدت الباب الصحيح؟ مشيت لواحد صاحبي هذا يخدم في الاسيورونس، نسكر عنده في الكاميون والكهرب، كان عندي 6-8 كارت غريز. نسكر عنده في الكهرب ونسكر عنده في الكاميون و انا عارف ختمت عليه، قلت له سي العبد راني مستحق 5 ملايين نسجل بهم المرشي، وراني معادي دي كونت. ها هو عندي كنت عارف دي كونت اللي هو نمشي للقباض يخلصوني في نهاره، ما تفوتش 3 ايام 4 ايام. اعطيني 5 ملايين خليني نخلص بها. قلت انا اعطي، قال لي اعطيني ضمد. شنو ضمد نعطيك؟ نعطيك كمبيله؟ قال لي لا. قلت له عنده 5 ملايين. قال لي اعطيني راني، قلت ما عنديش راني. ايش نعطيك؟ قلت له عندي تيتر نكتبوا نعملوهم ما بيناتنا، تيتر فيه 170 متر نعملوهم ما بيناتنا، فيه قهوه لوطه ودار الفوق. شنو هو تيتر؟ تيتر دار حاجه ملكيه، شهاده ملكيه دار على 5 ملايين. هي سي جعفر اسمعني لحظه تسمعني انت تو، انت باش تسلفت 5 ملايين رهن دارك؟ اي نعم معناتها وكان رهن العلم هو كتبها بايع وشاري. انا تغفلت فيها وضغط اني انا لازم نعدي فلوس، وحقرت ال 5 ملايين اضم في ساعه نعدي فلوس، عندي 50 مليون نجم نسلم له والتيتر مسجل، مسجل نجم اليوم نكتب وغد بنرجعه ما يتسجل 200. هو قال لك اكتب لي الدار بيع وشراء كيف؟ ولا رهنية؟ انا ما فهمتهاش سي جعفر، ما فهمتهاش اللي هي رهنيه ولا بيع ولا كذا، اني نظمت ليه الدار ذيك باش يعطيني 5 ملايين ورجع. سي محمد لحظه لحظه، انت تقرا وتكتب؟ ما نقراش. لا يقرا لا يكتب. فهمتك. انت جاب لك ورقه؟ لا مشينا للعدل الشهاد. مشيت للعدل الشهاد، شنو يقول العدل الشهاد؟ العدل الشهاد هذا والله نسيت سميته قبيله. ما غير نقول اسمه، ما غير نقول اسمه. العدل هذايا الورقه شنو هي فيها؟ بيع وشراء؟ بيع وشراء. بيع وشراء. لدارك؟ ب 5 ملايين؟ اي ما فهمتهاش تو، انا هذيك رهنيه معناها، انا اعطيتها له رهنيه باش. انت في بالك الضمان. كي الضمان باش نخدم ونرجع عليه 5 ملايين نتاعو ونرجع ورقتي. شوف سي محمد، أنا باش نحاول نصدقك، اسمعني مليح، أنت في بالك اللي يتفرجوا الكل مستحيل يصدقوك توا؟ هي تشوفها بعينك، تشوف الحجة وتشوف. لا مش على الحجة. كيفاش إنسان بخمسة ملايين يبيع داره من غير ما يشلق؟ قداش تسوى هي الدار على التقريب؟ 170 متر وفيها قهوة من لوطة، خيمة اللي عندها 15 سنة، ودار الفوق ساكن فيها ولدي، جاي فيها ثلاث صغار. قاومة فيها 650 مليون. لا كل العقار اللي كنت نحكي لك عليه قبل ما نقول لك ست فيها 1300 وعندي. شوف العقار وعندي. شوف 170 متر. ولو كان الحكاية هذه صحيحة. حتى تشوف العقار وتشوف كل شيء. لا باش نقعد باش ندوخ أنا. خمسة ملايين. نجيب لك التيتر وهو الحاجة الشيء. عندنا كل شيء. شفت كل شيء. شفنا كل شيء قبل الحلقة. معناتها عقار ب 650 مليون. وأكثر. لا لا سي جعفر كل العقار كل العقار كل يعمل أكثر من 650 مليون. نحن عندنا المترو مليون غادي. وهي فيها 1300. أما جزء ذا فيه 170 متر وحده. حدي حسيت تحب تتكلم. هي اللي شاكية بي وهي اللي باسط طالب مطالب الراجل. لا نحب نشكي بها من الزوز. لا هو الراجل. شكون الزوز؟ راجلي والعبد. فهمت كيفاش؟ اليوم انا جبتنا على الوضعيه اليوم انا جبت مع الوضعيه هذه، ريتني تق عليا ما قالش لي انا الدار بياعها. وات يمات يرقد في الليل ما يرقدش، يرقد ويتقعد يبدا دار وقاعد ويخمم. نفيق نلقيه يشوف يا سعدي شبيك ارقد، يقول لي ما عندي حتى شيء. يا سعدي شبيك؟ شبيك تخمم؟ شبيك تحك؟ شبيك عامل كيفك؟ ما يبيت الليل ما يرقدش، هو تلقيه يرقد مع راسه هكا. فاش نسنا؟ هو متكي راسه على الحيط العام الاول، العام الثاني، من بعد وليت عرفت عليه طبيب نفساني، قلت له برمشي عدي. قال لي لا ما هذا مش حتى مشكل. اي هو موغوش على الوضعيه هذه. هو على وضعيه الدار. انت شكيت براجلك؟ تو اي انا جيتك جيت لك انت به، هو العبد مع بعضهم. باهي لحظه. علاش عملوا فيها؟ احنا ما نطولوها شويه قصيره. اي. لا 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 احنا تو ما نطولوها شويه قصيره. اي. الساده المشاهدين يتفرجوا هذه لو كان تحكيوا فيه صحيح. هي تو تشوف بعينك. اي لا لا هذه عمليه تحيل كبيره برشا.
خليني نكمل لك. لا 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 بدا بدا نفهم من بعض كل شيء فرق الرومان من بعض خلينا نفهم الساعة. واضح. استدعوا سي العابد في قضية يبدو أن قضية كبيرة برشا نتاع تحيل حسب الرواية نتاع مدام حدي ورجلها سي محمد. على السلامة سي العابد. مرحبا بك. تفضل تفضل. مرحبا بك. زرتنا بركة سي العابد. عايشك بارك الله فيك. تفضل نتاع سي العابد. منين جيتنا؟ من القصرين. من القصرين. تحية ليك وتحية لأهالينا الكل في القصرين. سي العابد هل أنت متزوج؟ هذا مسؤوليات ما تسألهمش باه وفوت أي حاجة خصوصية تخصني يعني فوت. أنت متغش شوي سي العابد. لا لا مش متغش متفرهد بالقداء. أي حاجة تخصني يعني فوت باه وندخل في الموضوع مباشرة. سي العابد مرحبا بيك. وبيك يا عايشك سي العابد. الساعة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما قلنا لكش العيب احنا تو فهمتني. قالوا لي راك انسان باهي سي العابد. يا عايشك يا رحم والديك في الكواليس. يا سيدي مرحبا بيك. تعرف طبيعه البرنامج باش ندخل في مباشره في الموضوع. ما راكول تعرفوا تعرفوا بالقدا تعرفوا متبع في خويا باه. حسب رايك شكون استدعاك؟ والله العلم لله اقسم لك بالله العلم لله. ما نطولش عليك. شوف شكون استدعاك. مرحبا بيه. اهلا. يا مرحبا. سلام عليكم. كيف حالكم؟ لاباس. راكم بخير؟ عايش بخير الحمد لله. وين كنت؟ هذاك ولدي الكبير وهذيك مرت ولدي. يعطيك الصحة عايشك الله يخليك. اسألوا ويجاوبك سي جعفر تو نقول لك راهو هذاك بابا. ربي ان شاء الله يستر. عايشك. شنو حوالك؟ لاباس عليك؟ والله هيك الحمد لله. الحمد لله. لو انكم ما عجبتونيش تحرفوا امس وحلفتوا بوالله بالحنط. هذه قلت لك مش معقولة. هذه لولا. ما باش نجيبك. شو نقول لك؟ نعم. شو نقول لك؟ لا محالة إن تعرفوني وشني معاك. هاي. وأنت محلفت كي أنت كي سيدي محلفت كيك أو مو على الأقل ما تحلفش. قول لي آه من غير ما تحلف. باهي هو جايينك الساعة. خاطر لو كان جا وحكوا وحدهم المسألة تبدأ خطيرة ياسر. لو كان جا وحدهم وحكاو تعرف اللي جايينك في مصلحة لك أنت هما راهم حكاو كلام أنا نعتبره خطير ياسر. معقول. معقول يحكوا كيما يحكوا. فهمتني؟ معناتها احنا اليوم يا سي العابد لديك الفرصه انه تعبر على رايك. هذه هي راي البرنامج. ان شاء الله. يقولوا اللي هما تعرضوا للتحيل. اللي هما سي محمد معناتها كتب لك الدار بيع وشرية خاطر انت اعطيته 5 ملايين. معقول. خاطر وقتها مستحق اعطيته 5 ملايين. معقول. وبكتب لك على ورقه ما يعرفش حتى شنو فيها بالضبط. فهمتني؟ وصح هكاك. فهمتني؟ احنا بيان سور سي العابد ناخذوا شطر الروايه من عندهم وما نصدقوهاش اللي نسمو الطرف الثاني. سي العابد اللي قالوه صحيح؟ لا ما عندوش حتى علاقه بالصحه وسامحني في الكلمه كلامهم غلط. مانيش باش نقول كلام ازيد من هكا. كلامه غلط مش كلامه خاطر هي ابار بالنسبه للمدام مع كامل احترامي لها. اما هو كلامه غلط وهو اللي يحاول. كان قال لك كان هو قال كلمة يتحايل هو أكبر متحايل. كان ما قالهاش نسحب كلمة. كان هو ما قالهاش نسحب هالكلمة هذه. اي باش نبدو نتحدثوا باحترام وقدر لبعضنا. ايه بون الحكاية اللي قالها لك هذيك بالنسبة للتحايل ما فيهاش من أصله. بون نعطيك الريزومي تاع 5000 دينار. ايه باش نعطيك توا راني من حسن الحظ إني جبت بعض الوثائق. وهو اللي يتكلم كي من هكا سي العابد. العمليه هذه احكي من الاولى لحظه سي العابد. لا باش نحكي لك من الاول سي العابد. لا 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 لازم تسمعني عايشك. باهي تفضل احكي لي الحكايه من الاول. هو جاء باش يقترض منك 5 ملايين؟ لا 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 قال انا استحقيت 5 ملايين مشيت لك. تفضل فسر لنا. تحب تجيب كتاب القران نحلف لك قبل ما نبدا نحكي؟ لا لا تفضل. ويحلف هو تو بكتاب القران نحلف اني وهو وهنا ربي شاهد علي. فهمتني؟ باهي العملية وقت كيفية في فترة من الفترات في 2008 ولا 2009 2008 ولا 2009 جاء قال لي راني محتاجة فلوس خذها من عندي بحال قريبة 25 دينار لو أني ما حقنيش نتحدث باللي شيفر. 25 دينار 25 مليون باه لو أني ما حقنيش نتحدث باللي شيفر. لا لا حكينا باللي شيفر باللي شيفر باهي نحكي لك باللي شيفر. بون نحكي باللي شيفر وهنا ربي هو اللي يعلم اللي كان نزيد عليه يا ربي الله لا يفززني من هالبلاصة. نحكي حكاية عزيز خدم بهم جاب لي رجع لي بحال 15 دينار رجعت له اني تريت شيك رجعته له
هو يخدم انتربرينور او انتر جيمي به. رجعت له التريت قلت باش تعطيني باقي به، خذيت هذاكم. من بعد رجع لي بعد مده اخرى هو يخدم انتربرينور، قال لي عبد اعطيني فلوس ونعطيك حاجه معي. قلت له هذا اللي نامي خدم معي، خدم بيريود من بعدها دخل الفلوس ونزيد نسمي لك حتى الوحدات اللي خدمها، خدم في فوسينا على اساس باش يرجع لي اني الفلوس نتاعي اللي خذيها المره الثانيه. قداش المبلغ سي ما الوقت هذاك 300 دينار وهكاك 30 مليون وقت. يجي ثم واحد اخر يسالو 30 مليون وكاتب له الدار باسمه، كاتبها الدار بيحل باسم واحد اخر، يجي 30 مليون هذيك يعطيها لحد اخر ويخلص جماعه اخرين. قلت لنا لا علينا وجبدهم من البنك، قال لي غد الصباح جبدهم من البنك، جاء هو جبدهم بكر لهم من البنك جبدهم وعطاهم. باش نبدا واضحين خويا جعفر، لو كان زيت عليك انا ربي يهلكني. لطف عليك فهمتني؟ باهي لا علينا، قعدت نجري في جرته، يا سيدي راهو قال لي عبد هاو ما ادري شنو، بدات الحكايه ما نعرفش كيفاش بدات. هز روحه ومشى يخدم، وهذه التو الدار مش مكتوبه راهي. باش نبدا واضحين. اش معناتها الدار مش مكتوبه؟ معناها الدار الوقت هذاك ما كتبها لي لا حد شيء. في الوقت هذا بعدها هز روحه ما نعرفش عليه شنو هي الاشكاليه نتاعو، خذا ما شو اسمها بنيه في فوسانا، قال لي اعطيني وتو نعطيك انت ضربه واحده. اعطيته مش واحد يا راهو، كي نعطيه ثم عباد موجوده وتخدمته موجود يجي. قداش اعطيته وقتها؟ الوقت هذاك والله ما قعدش نتذكر بالضبط، اما هات نقول لك اللي من بعد كي حسبت انا وياه وين وقت الحكايه به. خدم ما نعرفش عليه شنو هي فلس ولا شنو حكيته ولا بزرع فلوس، خلص به ديون ولا محاله خلص به ديون، هذا اللي نعرف يعني على خاطر ما باش نقول كلمه اخرى مانيش باش نقول حتى شيء. خلص به ديون، ديون تاع ناس سيلو كان كيريت وعباد سيلو هلو مجر، ولتوا مسيل هو لحد الان مسيل. في 2012 عيط له يا سيدي راهو مش هكا راهو تكون هكا، قال لي عبد زيدني فلوس ويجي نكتب لك الدار. كان انا اعطيتك الوقت هذاك 50 مليون، اسمعني 50 مليون قال كان اعطيتهم لك، انا اعطيتهم لك وعطيتهم لك هاني الدار بذمتك. قلت له باهي دعمي نكتب الدار، كتبنا الدار ومشى يخدم على روحه. الراجل حبس من الخدمه نتاعو ضربه واحده، هز روحه ومشى يخدم هو وصغاره في مستير. شو خدامه في مستير يا جعفر اللي جايبني اليوم وكسر لي في كريمي كي من هكا، وراه مازال اوتوزيك يجيك الاغرب من هذاك. باهي مشى يخدم في مستير، طاح له شانتي، طاح له شانتي ما نعرفش كيفاش زاد تحاول. انا من طبعي ما نغضبش على عباد وما عندي حتى علاقه معنا، ما عديتوش بعمري بالرغم هددني بالقتل وهددني بحاجه وما عديتوش من اصله، والله لا عديته يا جعفر. ولو خاطر ذريه يروحوا لي عباره على ذريه، واني واني في حد ذاتي كل بارفوار نمشي لداره، وكان يكذب يقول لي راك تكذب يا سيدي يا اللي جايبني اليوم التعب فيه كمان هكا الله يسامح. لحظه 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 كان يكذب يقول لي راك تكذب. لحظه 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 ولا معي تعرف هذه شكيت من قديش من مره 360 درجه الروايه نتاعو هو معلومه معلومه انا مش تبقى محايد مش تبقى محايد ولكن الروايه نتاعو هو 360 درجه على الشيء اللي قلتوه. عملت معك كان البيت ما حكيتش راني خل احكيهم مع بعض. اسمع المدام تسمع عند اخوي جعفر نسمع هاي بون مشى المستير طلبني ولا اتصل بي قال لي العابد راني طرح لي شانتي كي من هكا خويا تعمل مزيه اعطيني نخدمه ونعطيك انت عينك ويطيح الكيف على ظلو. انت تمت العمليه كيف؟ انت اعطيتني 25 مليون شنو؟ العابد في 25 مليون في الشانتي اعطيتك ازيد بالسورده انا وصلت 75 مليون 25 مليون ورجعت السوق بعد اعطيتك 30 مليون ورجعت لك ما حسبتش هي. شوف انا ما وصلتش لهذا كيفاش الدار 170 مليون سيدي لحظه بالله لا كلمه بكلمه يا عبد يا عبد قداش اعطيته فلوس اون فان ولا الكل لا لا انا نحكيك بالديبه قلت احكي من الاول عادي جعفر خليني ليه ليه تحب نحكي للاخر خليني نحكي للاخر سي سعيد علاش منرفز عليا خويا اسمع انت انت قلت احكي من الاول سي سعيد قلت سي العابد قداش اجمالا اعطيته فلوس
جمال انت اللي عنده توا اي شوف ما خلتنيش نحكي شفت كيفاش ما خلتنيش نحكي لا باش تحكي خاطر توا عنده قيمة أزيد من 100 مليون يحب ياخذ الدار نتاعو 100 مليون عطيت عليه فلوس العام هاك عطيت لك فلوس السيد عطيت عليه فلوس العام اي عندك واضحة وقلت لك راني الدار خذها ها هو عندك واضحة السيدي ربي ربي راك راجل كبير ومشيت للحج جعفر يا جعفر اتكلم بالله يا جعفر اسمعني بالله سامحني اتكلم بالله انا واقف مسالي وناخذ السيد سامحني كان ما يجيش والله لا حول ولا قوة الا بالله اسمعني كان رو دانييرمون ما عندهاش مدة طويلة ثم طرف طرف أرض طرف أرض هي ما دارش تاع الدار هذه بحد ذاتها وقت اللي لازني وصلنا للثانوية وصلنا المحاكم وأنا مجرم وبعد قال لي جا خذ نتاعك زدت نزلت فيها 20 متر وحاجة كيما هكا دانييرمون ما عندهاش حتى 5 شهور 6 شهور باعها لي بيوع يا جعفر باعها لي بيوع رو دانييرمون لهنا راهو هنا راهو لهنا هنا عندي وثائق مع عند زينب عند زينب كل شيء. لحظة على التوصيل عبد سي السعيدي أنت قلت خذيت يا السيد خذيت 5 ملايين لحظة على التوصيل عبد أنت قلت خذيت 5 ملايين أي جاوبوا سي جعفر سي جعفر الراجل هذا نام من الأول عطيته داره مكتوبة في 2012 في 2012 مش اللي هنا لهنا وقول له أنت اسمح في 2012 5 ملايين على أساس باش نعمل بها من كل شيء ورجع لي فلوس. المعاملات تتعامل فيها بعد ذي خاتي الدار وخاتي الموضوع خليتها مليون 5 مليون خليت الربح لي والخساره وحدي خليت القضايا تو خسرت 45 مليون ما دخلتش معك شريك ما دخلتش معك شريك لحظه لحظه تو انا باش تدخل سامحني سي عبد تفضل لا 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 تفضل عملت له ورقه وخذيت 5 باش نفترض روايتك صحيحه تو اي باهي امشي اسمك انا تو انت عملت للسيد هذا 5 ملايين ورقه فهمني ولا اللي مفادها انك بعت له الدار اوكي ربي يحفظك لا انا فاهمها راهنيه سي جعفر لحظه سي انا فاهمها راهنيه فاهمها ضمد ما بيناتنا سي جعفر سي جعفر سي جعفر سي جعفر انا جايك سي جعفر برحمه والديك كلمه برك كلمه برك وما يصيرش كلمه بجربي خذني على قد راجل باهي وقت اللي كتبنا الدار وسجلناها وهالمجرن وتسجل الدار راهي لهنا هنا تسجلت اللي يقول لك جاي تو لهنا راهي تسجلت في 2017 ولا 2018 في 2018 ما باري باهي كتبنا الدار قال لي العبد خويا كيما هكا وهي هاي كمرت ومدام تياو هاني ما نحبش باش نسمي يعني ولا حاجه كيما هكا مدام تياو قال لي عبد خويا اعطيني ان ديلي لمد لك سويرداتك واعطيني داري قلت نحن في ذكاء قال لي شويه وما ادري شويه زادت كلمه المدام هذه اللي بعد اليوم جايبتني من القاسين تكركر فيه قلت لها فيدك 3 سنين قلت لها فيدك 3 سنين اعطوني تاي وهانو تاعك منك مليه ما حشتيش بيه وكان تشوفوني عاتبتها الدار هذه واللي جيتها واللي كلمتكم اعملوا لي ساعاتكم قولوا لك المخلوق راه مش عبد انا مانيش ناكره في هذا لن. لا هذه صحيح مدام كيل زيد قول لا ضمان لا لحظه لا خلينا نتكلم انا تو برجوليه خسارتك لحظه لا معتبرك عباره على سي العابد لحظه خويا مدام الكلام هذا صحيح قال لكم الدار اللي سمعت بها بعد 4 سنين اي نعم انت مدام انت ضحيه تاع زوجك زاده سامحني اي ضحيه نتاعهم للزوز لا 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 العبد خليني نحكي معك واسمعني العبد الله يسترك اعطيني معك دور ما تسيبش خذ راحتك ريت هنا الدار سمعت بها بعد 4 سنين وفي بالك به وقلت لك علاش تقيت علي انت ما سادي ما قالش لي قلت له قال لي ما تقولش هاك الحكايه ولا قعدت قداش ما نسمعش بها الدار نهار قاعد يقول لك سي العبد نكمل طلبوني بالتليفون جاني نمره 25 قال لي الو عسلام قلت له عسلام قال لي اخي انت مدام سعيد قلت له قال لي يا اخي حكى لك السعيد الحكايه ولا قلت له شنو الحكايه اخي ناجي ما خاطر عنده خدامه ما عدلتش عليها نهارتها قال لي انا راجلك راه بايع لي الدار وما تستغربيش كان نهار يجي نهار ونقول لك خرجي لي من الدار لكن هو طلع مش هو الله اعلم به جاش السعيد في الليل قلت له السعيد راي الحكايه فيها وفيها وراجل قال لي وقال لي قال لي لا ما ثماش اخبار ما تاخذيش راي من غدوه النمر اللي طلبني امس طلبني اليوم عاود نفس الحكايه قال لي واش قال لك السعيد قلت له قال لي لا الحكايه مش صحيحه قال لي مال كان كذبتي الحكايه بري للعابد يوريك الحاجه واش ضم جيتش نحكي مع السيد قال لي راهي الحكايه صحيحه كيفاش صحيحه قال لي انا الدار راني بايعها للعابد راني كاتبها له وراني باش نرجعها له كيفاش بعتها قال لي انا راني اعطيه ماخذ ما عنده 5 ملايين فالشانتي هذا ما لقيتش وين تلز ريت لازم خذيت 5 ملايين خلينا نقول خويا انا لك الحقيقه نقول لك ما تلقيتش لك حتى شيء لكن جيك للبيرو نبوسك من كتفك لا لا الله يحترمك ونقدرك ما نقولش لك حتى يحترمك ونقدرك فهمتي لهنا انا اللي عند حذيه العبد خلينا نقول خويا نهار السمع ذريه كي سيد صارت الحكايه صحيحه قلت لولدي قلت للطفل الكبير قلت لصلاح صباح لي عارك
صباح يضرب في روحه، صباح مشاكل دخلت بعضها من الدري. الكبير يقول لك يا شومي، والصغير يقول لك يا شومي. الكبير قال لك انا داري وما نعطيهاش، والدار اللي هي ساكن فيها هذه هي الدار اللي عند شوف عند حدي. نعم باش نعطيك توا حسب رايي الشخصي ويذل حتى المتفرجين باش يشاطروني نفس الراي. انت ضحيه زوجك اللي ما قالكش اسمعني حدي وضحيته، فهمني؟ تعرفي المفتاح والحل بتاع القضيه عند شكون؟ عند زوجك. اصبحت بيدي على راسي، صباح الذريه تعاوني بخمسة مليون، صباح الذريه مشيت اعطتني فلوس ولا تسني فلوس، احنا متعاملين كيف في زوج مليون في مخص الدار. هم متفاهمين ما بينت لا هم متفاهمين هم خمسة مليون. اما شوف يا سي سعيدي باش نعطيك معلومه، انا تو باش نحط روحي في بلاصه سي العابد باش تقول لي انت اعطيني 30 مليون راه باش تدخل على شانتي وترجحوا لك. اسمعني اسمع، مثلا ما صارش هذا، مستحيل ما شديتش في يدي من جديد و 30 مليون ولا 10 مليون عشان من عندنا 5 سنين نجي يا استاذ. انت كي بديت الشوارط وطاحت بيك كذا حسبي الله ونعم الوكيل، اكل 5 مليون في الشانتيلو شانتيلو لي هذيك 5 مليون، بعدين باش يخدم معايا يدخلين بالفم فلين ناري معاك وباي كذا. شو راني معاك وباي كذا؟ باي ماني معاك، ما عندي وجدت عندي 5 مليون ما رجعتش ولا لا؟ ما تدفعش فلوس مش لمن؟ في الشوارط الاخرين للدولة ندفع الفلوس، مش انت مش انت هو العام لا مدفع لي فلوس حتى فرنك لا. نحن رانوت من 5 مليون هذيك اعطيهم لي. انت خديت كان 5 مليون من عندنا 5 مليون، لكن هو راني نسالك 100 ولا نسالك 20 وكذا، رانا نخدم وناني معاك في سانت هذيك، عندي 5 مليون ما خلصتش. باش فاش يخدم معاك؟ فاش يعاون فيك؟ نحن قلت لك نعمل نخدم في المقاولات، وقت مشيت لينا على الخمس ملايين هذوك من اللي عطاهم لي الدار قعدت مواصل الامور اللي ما رجعش فيه فلوس، كي ناخذ الخدمه يقول لي انا هاني باي معاك، وهو ديجا قالها تو وسمعته. ما عطاك حتى فرنك بخلاف الخمس ملايين؟ ما عندنا ممكن حتى اذا كان يكون في حكايه مليون اثنين ثلاثه اربعه ما كذبش معاك، اما وصلت ما عنده 100 مليون نسالها له واني عطيه الدار مستحيل. لا 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 ما تغلطش، ما تقولش كذاك خلاص، ما تغلطش. اسمع يا لاب، ما تقولش كذاك الدار. باهي باهي سي جعفر سي العابد، شوف اني نحكي لك على قيمه ال 100 مليون راهي تو مش واحد، راهو قلت لك دانيير مو كمل بعليا الطرف الارض طرف الدروج هذاما، بحيث انه بعتهم له الدروج هذه راهي انهارت هنا ما هيش دخلها في الدار، كملهم هذه في الدار بعتهم له. اي الدروج باعها قداش بعتهم له؟ الدروج هذه اعطيته اعطاني كهرباء يقول له بارك انت، احنا حددنا سومه نقول له شنو هي قداش بعتهم له؟ يقول له شنو ها؟ الكهرباء ب 20 مليون اي، والدرجة ذي اللي موجودة هنا قطع عليه نمت لزير بطناش بطناش هذو ما 32 مليون تسمع. لا 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 من العشرين سي جعفر سي جعفر من العشرين. لا لا مش هكيك مش هكيك، بس سمي دختر باه فاضينا احنا فاضين المشكل رغم حتى منه قبل ما نعملوا له هذا كتبنا كاتب على اساس الدين نتاعو، والله اقسم بالله ما طيحت له بالفلوس اللي خذاها من عندي تسمع فيا، وقلت له باش يخلص يا اخي. هو دخل في متاهات اخرى مانيش مش لازم باش نذكر راهو المتاهات وهذا مجرد خلص المديونيه تاعو. شنو المتاهات؟ سي العابد شو سي العابد سي العابد قول شنو متاهات؟ شنو متاهات نتاع دين العبيد؟ راهو مسلم العبيد راهو. اسمعني اسمعني سي جعفر اعطيني خلينا نحكي خلينا نحكي. فلوسي خلص بها العبيد، فلوسي خلص بها العبيد، وراي مرته تشهد وصغاره يشهد، وراي داره مباع 70 مره، هو عنده لمحل عنده قد ايه حكيت 700 متر 700 متر كاري. قول له انت 700 متر كاري هذه منين كان مشي من فلوسي تبنت وكان مشي من فلوسي من 2008 منين كملتها هذه به ني راهو اخذت من ماخذ من عنده 171 متر شفتك وبقلت له الاخر ايش يحكي يعمل لها؟ يحكي يرهنها يرهنها، وهي لحد الان مرهون للبنوك ما قدش راحوا في الخدمه وما قدش. قلت له اخويا خليني ندخل معك شريك ونروح نتحكم معك في الخدمه، قال لي لا. نهار اللي خذاها قلت اول دفعه خذاها 80 دينار، قلت له اعطيني سوارد يا خويا وبعدني من بلا ما وصلت للقيمه هذه، قال لي تو قلت لك واللي حاجوك الصغار يقتلوك، وحتى قال حتى العدول المنبذين راهو مش حاجه اخرى. باش نرجع لك سي سعيد وبارسان اعطيته فرصه عام زال عنده فرصه، قلت له اعطيني نتاعي وخذ نتاعك. قديش نتاعك سي العابد؟ نتاعي تو حاليا اللي ساله له تو ما يفوق 90 مليون. ما يفوق 90 مليون ترجع له ياخذ نتاعي؟ راه كاتب له فيها كاتب سي جعفر راهو شوف ما بينيش انا ما بيني انا وياه حتى نقاش وحتى نزاع وحتى شيء. عملنا عملت به قضايا، جاء قال لي لا العبد اجى فك علينا من القضايا باش يمشي الواحد. هذاك اش قال هو بيدو؟ اي وجبدنا القضايا من المحكمه وكتبنا الدويره، عملنا القسم وكتبنا الدويره، سجلت الدويره باسمي وتمت الخرافه، ما فما حتى شيء.
دانييرمون كي ضمات وتجاني وهو تلاز توا يحبش يصطادني انا راني مشني حوت رقيقه باش نصطاد فهمني وبرا بين كبير ربي انت بالذات ربعي خاطر بالنسبه لي انا خرجها ديما على جنب اما انت بالذات ولادك يشهدوا العالم الكل يشهد مش واحد يراه القصر كامل تشهد عليه راه راه نشوف ما نحبش نقول كلام زيد اما راه هو انسان ماهوش ماهوش مسوي راه كان بامكانه يعطيني نتاعي وتوفى الحكايه وما فهم حد شيء وياخذ نتاعو انت الليله الوش استدعيت سي العابد استدعيته باش نقول له انت علاش عملت فيه هكا انت بتفهم انت وسعيد وخدمه مع بعضكم واموركم مع بعضكم الدار ايش دخلها دار ودار ذريه ولدي مهبول ولدي مش مشاهدي ولدي حاجه بدار ولدار حاجه بالدار السي العابد جاوب به داري حاجه بداري ما عندي ما دخل كن بين وسعيدي يا مدام نعم يا مدام نعم دارك ناري ما قلتش لك ليه دارك مازال عندك عام ونصف ولا عامين تعطوني نتاعي وهانو نتاعك انا ما عنديش ما نعطيك قداش تحب سي العابد هذا بالضبط قداش شو شو خلنا نجلس سي العابد خلنا نحسبوها قداش في الدار ايه في الدار نحسبوها ما باري ازيد من 90 مليون عطيتها لي فلوس للدار اه عطيتها لي فلوس قلت لي هذه حق الدار لا لا شوف شوف كيفاش انت غلط انت هو اللي غلط وتتحمل مسؤوليتك سامحني شوف كيفاش يخالف محايد والله يتخالف وما والله يخسر خد بالك لا والله انت كتبت بيدك وبطلت ما عادش باش نتراجع حتى لو كان في كلامي وانت لا انت لا لا سي العابد سي العابد شوف شوف سي جعفر سي جعفر بالله لحظه بتجاوب هذه برك يقول لي قول له راهي 100 مليون شوف اللي خدم من عندي تو الكره بالدانيير مول قلت لك خذيت منها طرف الارض وبقيت نسيروا فلوس الارض هذيك كي تزيدها انت ال 80 مليون اللي موثقه هو بيديه قداش تجيب له بلي قداش تجي ما يصيرش تو نتحدث دي شيفر نحن اي ما جيتش ما نعرفش 80 وطرف الارض 12 مليون وباقيين تاع الكهرباء باقيين 8 مليون ولا 9 مليون قداش جت هذه؟ تقولوا 100 هذه ما جاتش 100 كذب فيها ايه. زيد قول لي ليه سي سعيدي سي العابد هذه المراه ما جات في شيء انت عندك عائله وعندك وظاهر معناتها انسان خويا ما دام قلت انا الدار ما تعنينيش ظاهر ما حاجتكش بالدار قال ما تعنينيش راهو قال باش ناكر نفسر لك لا لا يا سيدي باش نقول ظاهر نفس مؤمنه خاطر النوايا ما يعرفها كان ربي كان ربي سبحانه وتعالى انا باش نتعامل معاك عباره خويا توا ظاهر انسان ما عينكش في الدار قلت انت ماهيش غايه الدار انا عندكم عام عام ونص عامين عامين من زمان ماكسيموم مازال ولا عامين فهمتني اي فرضا ما خلصوش العامين تاخذ الدار شو نعمل؟ ها؟ ما عنديش ما نعمل قديش؟ راهي دار وخلص يا جعفر انتم مستعدين ترجعوا له فلوسه انا ما عنديش منين منين يا جعفر حتى ما نقولش حرك انا شرك راه ما لقيتش من نعطيه له بلا خذ كيما خذيت من عند العباد الاخرى زيد خذ خلص لي ما لقاوش حل بالتقصير بشوي سي جعفر بشوي كيما خذيت من عندي وخلصت العباد الاخرى يخذ من عند العباد الاخرى وخلص لي خذيت من عندك وليس عليك سي العابد خلنا على خلنا نعطيك سي جعفر الدار قداش بيع من مره الدار اللي يسكن فيها سي العابد سي العابد سي العابد اسمعني خويا سي العابد اسمعني خويا باش نعملوا عليك انت تو الاعمال على ربي سبحانه وتعالى ولكن انا نوايا خبيثه الله يهلكني ما كانش الله يهلك السيد ولا كان نوايا خبيثه ربي يهلكني هي هي سي العابد سي العابد سي العابد مادام ربي خاطيها راهي خاطر مسكينه مع كامل احترامي انا هو الدار هذه واش تراه انت ما تراه باش ناخذ الشاطي ناخذ مشاطي ربي ناخذ الشاطي ناخذ الشاطي باش نوصلوا 50 كنت نحن علاش عناها الدار كل من سبب تاعك انت العام تراه انت سومه ما تسواش حتى 40 مليون خذيتها من عندك الحج شنو مكتوب فيها؟ لا مكتوب فيها الحج ما اللي قلت لك تسوى 5 مليون من الحج في الحج هذا 5 مليون هذه الساعه اولا الساعه نحكيو على مباسي لحظه نحكيو على مباسي انت وهو اش تحكي لي صاحبي هذه تهرب ضريبي ذي شو قلت لك يا جعفر اسم الوقت؟ اعطيني لحظه لحظه مدام انت لحظه الساعه لحظه 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 انت لحظه الساعه ما عادش عندك مشكله معاه هو كهو انت ولا انت عندك معاه مشكله؟ معاه من الزوزنا انتم اليوم في ورطه حقيقيه انتم متهربين ضاربين سي ناس جعفر سي جعفر سامحني بالله في الكلمه تفضل شوف احنا جينا على حاجه اي جينا على حاجه جيت ما جايبتني باش تجيب لي هي باش تشوف تلقى حل ولا حاجه كمان هكا انا راهو شوف وقت اللي قلت لك راهو هكا وهكا هذيك ما بين نحن وقبادة ولا ما بين نحن والواحد تو كان عليه اني درس مو تو بعثوه لي كان عليه تو يبعث له هو حر اما نحن الاشكاليه وين اما انا نقول خاطر الاشكاليه وين
هي ما استدعتني تحب تلقى حل، تعطيني توريني تبرز حاجه بكوني باش نلقوا حل ونوصلوا للحل. ولو اني انا ما عنديش معاهم حتى مشكله راه ابدا باقتراحك انت، ما عنديش حتى مشكله معاهم. اقتراح عطيته لهم على بكري، على بكري عطيته لهم، اعطوني انتي اقترح انت برص امك نورت عينك. شنو هي الاقتراح؟ انا عندهم راهو عندهم بكري سي جعفر، عندهم مكتوب كاتب لهم سي جعفر، راني كاتب لهم، كاتب لهم قلت لهم يا ناس هالدار هذه راني لا نبيعها ولا ندور بها ولا نسكنها، تعطوني الكري نتاعها، حتى الكري راهو حاجه فرقه. ما عندناش حاجه، انت حر هذيك ما عندناش حاجه، عاد منين نخلص؟ نطلب فيك بالكري يعني تو ما عاد منين نخلص؟ صحيح ني نحب السؤال. اي واضح واضح. شنو اقف سي جعفر نعلق لحظه بربي حاسب بالمبلغ تاع ما جاوبنيش على دراكتور ولا 40 مليون ونفس من الاخر مدام ما خذش عمل الباب. انا راجل كيفاش عطيني انا وسعيد واش عمل الباب نتاع مبلغ شنو تكون الدار خاطيه. مدام مدام اقف اقف تنقول لك اقف 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 سي العبد. شوف مدام هاي لهناك طبيب الصلح الله يرحم امك. مدام شوف ما ثم حتى حل للوضعيه هذه كان زوز فرضيات، القانون فوق الجميع، ثم بلاد فيها قانون ومؤسسات هذي ابار انكم انتم الساعه كليتوا ماء وملح مع بعضكم، نحكي على راجل خويا خويا الكبير حتى هي ناكلوا الماء وملح مع بعضنا. ما ثم حتى حل. انا ما نعرفش علاش متوسم خير، انا عندي احساس علاش متوسم خير، خاطر اللي يحكي فيه راهو فيه جانب لوجيك منطقي، هو اللي يحكي فيه القضيه راهي بين راجلك بعد البرنامج مباشره وسي العابد، تقعدوا بينكم وبين ربي تتفقوا معمولك الربي سي العابد، المراه هذه دويرتها ورزقها كون خوها باش ما تضيعش دارها. هو غايتي شنو غايتو؟ كانت لازم فيا اني باش نبيع الدار وما نبيعش الدار، الدار نبيعها لك انت كشخص سينو لا، الا بعد ما يوفي الكلمه نتاعي اللي اعطيتها قدام ربي سبحانه وتعالى. وهو راه حتى الكاتب كتبته له صدقني لا سجلوا لا عملوا حتى شيء من باري ما هزوش من الاصل. كتبت له كاتب انا مجرب به الدار هذه انت تحب تبيعها؟ تحب تبيع الدار هذه؟ خويا برا بيع. هذه ما كتلوج عليه انت سيد تلوج على فلوس برا بيع الدار، اعطيني انا انت وربي يوجهك خير يا خويا واسمع في البيع. يا سي جعفر اكثر من هكا. خويا تحبس تو نحبس تو نحبس من هكا. منين تعطيك انا تخدمك انا؟ سي جعفر عندي اربع بطال صغير صغير. مانيش بانكا باش نخدمك يا سيدي. الاربع بطال. جوني مال من الحكايات يا سيدي. برا بيع الدار. اللي يقرا فيهم تو يقرا في الجامعه روح تو في الدار مطيش ما لقاش باش يرجع للمدرسه، باش يرجع للمدرسه من سيدي. هذا الموضوع لا يعني ايه عادي يا سي سعيدي، ما هو هذيك مساله الخدمه مساله اخرى ما تدخلش فيها سي العابد. ايه الدار خاتي والحل راهو موجود. اللي هو شو الحل؟ الحل يمشي بيها الدار، الدار مكتوبه باش يمشي بيها. كيفاش بيع دار يمشي بيها يعطيني تاعو ياخذ تاعو يمشي يخدم على روحه، مشكلته فلوس هو سي العابد. كيفاش بيع دار مشكلته فلوس يا سي جعفر راهو الانسان هذا مشكلته هي بس ما كاينش يبيعها. يا ولدي انا نعطيه الوقت هذاك انا نعطيه توكيل، يعطيني تاعو انا نعطيه توكيل يبيعها ويعطيني تاعو ياخذ باقيه ياخذها منها ليه، سوى تشهر 100 ولا 10 ولا 20. يا لعبتي يا اكثر شيء من هكا يا رسول الله. اسمعني كيفاش يبيع دار ولدي وهو فيها ذريه يا مدام بقدري. سي العابد يا سي العابد هما جايين باش يحلوا الامور بالصلح. هما يحبوا يعقدوها بالطريقه هذه. لا يا سي العابد ولادها في ظروف نفسيه خايبه. نعرف اولادها راهم عباره على اولادي كانوا مش عارفين. في ظروف نفسيه خايبه. نعرفها معك يا نعرف هكا. بوهم سبب بوهم سبب في تعقيدهم. دعهم اللي يوجعنا ماضي هذاك. ما حبش باش يتكلم في مأسيت تاعو. ايش حلوها بطريقه خليني في يوم من الايام نتسلف سي جعفر. اغزر لك خليني نتسلف له قر الحجر نتسلف وناخذ فلوس من عند العباد ونعطيه هو. اقسم بالله نتسلف يا جعفر ونعطيه هو باش يخدم. ولاد ولاد اسمع يجي هو تو ينكر نكر عشرة. حلوا لي الجواب ان شاء الله تو ينفذ فيك الماء والملح. اقعد اقعد سي العابد اقعد اقعد سي العابد حلوا لي الجواب حل الجواب اقعد مدام اقعد ما نحبش مسكر انا الجواب الليله. هاي شوف سي العابد شوف اسمعني خويا سيدي انت تو باش تنظر لك الصغار وباش تنظر لك المراه عباره اخوك يا سيدي وغلطت هذا فهمني ولا ورمس انت خويا اعطيت مثال قلت انا هذا ولد البكر حلوا لي الجواب ما نحبوش مسكر نحبهم يغزروا لبعضهم في العينين. صدقني في القصرين عيطوا له ولد العابد راهو هو عيطوا له ولد العابد يصرف. كانت عندي طروا تاكسي يا سي جعفر يخدم نمدهم له من اللي يطيح نمدهم له باش يمشي هو خدم. لا لا اقسم بالله لا قال فيك كلمه عيب وهو جي حتى انا ما قلتش كلمه عيب وحتى كان قلت كلمه عيب سامحني كان قلت كلمه عيب تو سامحني راك لزيتني وتعبتني اليوم بالذات اليوم راني تعبت دو نوف اتريز الثلاثه تاع العشيه وانا راجل في سياده السي سيدي يا سي جعفر. انت خونا الكبير خويا وفضلنا مشكله انت ما فهمتش توا الوضعيه هو مشكلته توا يحب فلوس يحب يختم. هذه مشكلتك هذه مشكلته لحظه هذه مشكلتك مشكلتي انا شنو؟ اي
فيش قالك تحب فلوس باش تخدم باش يخدموا الشانتي تنحى شنو هي ربعي خليك على خليك على هذه هذيك ربعي راني نحترمك على الكل جيتك مهم دار خليك تخدم دوار انا نعرف السيدي حبس الشانتي حبسات الدول ما عادش عندي باش ما تخدمش باش نخدم الشانتي انت وتخلص في كرة الدار اللي انت هي ملكك هي اللي هي ملكك ما عندكش فكرة شهر 300 هو 300 املاك قعدوا خلينا نسمع عندكش املاك قعدوا تنجم تبيعهم اغلب الدار ما عندي حتى شيء حتى حاجه باش تحرك بها راه انا راه انا من 2012 وانا خلص كل شيء العابد ونهز ونحط العباس باه تو الرجال الجبليه تسكت تو انت حدي باش تعطينا شنو هي الحل باش تقترح حل واحنا باش نمشيو به اقترح حل شو ترى حل ها هو هذا اخوك الكبير خويا هذاك خويا وخير من خويا خاطر اللي يعرفوا اللي نحكي له هنا ومش ما يعرفوش حد اخر باه نايل حبوا التياسي لعب نحبك تو الحاجه صفي قلبك قبل كل شيء لا قلبي صافي معك ويبقى صافي عنك علاش علاش عاد تفكر البيت ما دخليش الحاجه الثانيه تتفاهم انت ماكش فهمت على خدمه تتفاهموا في الخدمه الدار تخطا الدار ما يهون عليك صلاح في الدار سلتيش على النبي نجي جاوبك كلمه برك سلتيش على انا من نهار الاول قلت كيفك سلتيش على النبي صلي على النبي صلي على النبي الف سلام ونزي انت الدار تقولي لي الدار اخطاها الدار راهو بيعها لي راهو انسان بيعها عطي اغناب كنت اسمعني الدار راهي ماشي باسمك انت ولا باسم سلاح راهي باسم تسمعني سي جعفر الدار راهي بالغلط سي لعاب بيع حالك بخمسة ملايين لا سالي انا بيع هذا جعفر لا كلام هو هذاك بيع موجود هو ما تعرف اسمعني لحظه القضاء اسمعوا ثم مساله قانونيه راه معنا مستشار يحكي لي في وذني بربي لحظه مدام ثم مستشاره قانونيه قاش قتلك ولا قتلك تاش معناتها بيعها لك بخمسة ملايين وهي تسوى أكثر باش يجيب عليك الحق هو بيصيرش بيصيرش عندي شوف ما تشكر كان حاجة تشكر كان حاجة كان هو باش يجيب الحق كي من هكاك حتى أنا عندي باش يجيب الحق وأنت ما يبيعش يسلعب يرجع لك خمسة ملايين وراس خويا وقدر يرجع لك خمسة ملايين الساعة اللي في الحجة واعطيه أنت داره فهمني ولا وتفاهموا في الدين لآخر كل شهر هذا اللي حاجتي لا 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 ما تعملش كيفك على خاطر هو ما يخلصش ما يخلصش مش مخلص هو يعمل التزام يعمل عندي 70 التزام لحظة لا لا احنا باش نتابعوا الوضعية نعطيك التزامات يا سي العابد ملايين يعطيني تاعي ونرجع له علاش اشكالية سي جعفر يعطيني تاعي ونرجع له ما يصير هات لي كمل تاعه يكمل يعطيني تاعي ياخذ تاعه اغزل لي اغزل لي ها هو هاي ما هو الحل الوحيد زاد حسب المستشار القانوني اللي موجود في الحجة يرجع لك 5 ملايين الساعة هذا من اللي تروحوا ترجعوا له 5 ملايين ترجع لهم انت الدار باسمهم يعمل هو التزام قدام الملايين التوانسة الكل اللي يتفرجوا راه مش في زنقة رانا الليلة راهي تونس كلها تتفرج عندي يعمل لك هو التزام بالدين انه باش يخلصوا لك كهو هذا هو الحل الوحيد اسمعني يحبوا على الحل الوحيد تحب تمشوا بالحل هذا يعطيني تاعي نرجع له نتاعو يعطيني تاعي نبيع له الدار نتاعي الدار ما عندها ما تعنيش تهاوني عاد ربعي خليني نحكي عاد شنو هو يعطيك نتاعك؟ يسلي على النبي شو تبيع لي الدار؟ يسلي على النبي عليه الصلاة والسلام يعطوني تاعي تو نبيع لهم الدار كيما شريت نبيع وكاو كاو في الحديد كيما شريت قد شريت؟ شريت تو عهليا عنده حقرة 300 مليون يعطيني تاعي وياخذ نتاعي والسلام عليكم وتبيع بديش تبيع ها ومعاه تراكتور ومعاه تراكتور وكهرباء لا يسلي على النبي داخل من التراكتور وكهرباء يا اخي محدم راه شاري محدم مش محدم العابد تسلي على النبي انت شنو يا عبد الخوي كان انت بديش تبيع خلاص زي ما قلت لك افهمني سلي على النبي لا 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 اعطيني انا ال 40 مليون هذي فاش ماخذها ولا فاش ما اعطيك حتى شيء مش عادي اسمعني لا مش اسمعني انت بالذات مانيش باش نسمعك لا تسمعني علاه باش نسمعني هذيك الدار هذيك الدار دارك حاسبي راجل دار الذريه هذيك حاسبي راجل دار الذريه حاسبي راجل اللي بيع انت التقيت علي حاسبي راجل اللي بيع مش انا التقيت علي انا دار الذريه جيت عملت عرس كل بعد انا عندي دار سلاح خارج سلاح من الدار ما انت علاش تخرج سلاح من الدار اعطوني تاعي وانت وانت قاعد تاخذ انت فلوس فلوس والدينا تشغل او بيع انت مولي فلوس لا سلاح انت خذيتي فلوس لا بيني وبينك ربي خذيتي فلوس اسمعني بيني وبينك ربي اكثر من العلاليش لا ربع هذوك اللي جبتهم للزريب ومش حكايتهم الا نعرف عليك شيء ولا ندري على شيء نعطيك دار ولدي نعبي لها في الحجر في الحجر في حجري باش نبناها بازات لا مبنيه بفلوسي راهي مبنيه بفلوسي راهي ولدي شبيه مبنيه بفلوسي لا قلت ما انت مليت بفلوسك وعطيت هنا 100 مليون للعبد قدام الناس كل عندك 100 مليون عطيت هنا 100 مليون وصرفت عليها سميتها في الدار لا خلينا نحكي خلينا نحكي
اعطيني ومرة انا مغفل تعمل فيك هكا تخرج من داري اعطيني فلوس بلاش 100 مليون هكا تكون راهي مغفلة كيف كنت كان جيت لعبة تكون مغفلة كيف كنت راهي مشت اسمعني اعطيني فلوس دركتور السيد هاي سامحوني لحظة لا سي سي العابد الغداء والمشاء سي العابد سي العابد والفلوس اللي عطيتها له فاش مشت يرحم والديك فاديه باش نعطيك اقتراح خلص بها خلص بها نعطيك اقتراح وتقول لي موافقه ولا يرجع له 5 ملايين هاي اسمع فيا بعد ما يرجع له 5 ملايين يرجع له الدار بعد ما يرجع له الدار راجلك يقول حد لنا الدنيا يسالوني اللي يقول فيها ذاك كلام مرة الفوق الفوق ما قلت باش نغلبوا انا حملي 100 مليون اسي جعفر وثائق موجوده لا يا حاج الوثائق موجوده يا سيدي اي حاجه بالوثائق اسمعوني اسمعني هات السعيد يعني حنا نقول لك حل انا خليه يحكي خليه يحكي ترجع له 5 ملايين يرجع لك الدار حسب الوثيقه الموجوده اللي شرى بها الدار 5 ملايين هذيك ولا يرجع لك الدار الدار تبعد الدار تبعد الدار تبعد والباقي وتولي عندك دين خويا عنده حق ياخذوا عنده 100 مليون يلزموا ياخذوا راهو حرام بالوثائق عنده عندك اثباتات انك تساله 100 مليون عندي ياخذ انت باش تحسبها اصلا هي والمبلغ هذا اللي ماخذه معاه انت باش تحسبها اصلا 100 مليون غير باش ناخذها انا العابد والمبلغ نتاع الفلوس ماخذها هذه دراكتور والكهرباء ولا 40 مليون فاش باش تمشي في صوت شنو هذيك شاريها هذيك شاريها بفلوس عطيني فلوس وعلاش شريتها كيفاش شاريها بفلوسي شاريها من عنده هذيك شاريها من عنده تقويك لله اقسم بالاله ولا وشيء اللي انت ضم في فلوسك شنو ماخذهم يا اقسم بالاله لا العظيم ما خلص فيهم على داير مليون هذاكم خاطي اللي موجود تو ولا 40 مليون نتاع وشي اللي ماخذها شنو؟ انت ال 40 مليون اللي ماخذها انت ما تعرفش ها وين الورقه نتاعتهم؟ باهي لحظه 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 سي بون انتهت الحلقه لا لا باش تفض هكا سي العابد تقبل انك ترجع له داره ويرجع لك 5 ملايين اعطيني نتاعي كامل نرجع له داره ما عنديش الى اللقاء سي العابد الى اللقاء ما عنديش انا العابد ما عنديش خويا سلام اوقات 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 لا اله الا الله محمد سيد رسول الله هي هي انت غلطك انت غلطي انا مستعرف اني غلطي يعني مستعرف غلطي وكبرت عليه وما قلت وين جعفر شوف يا صديقي صارت لي انا مرة ما عنديش فيه. صارت لي انا مره صححت كونتراتو وما زرتش فيه صحي صارت لي خدمت عام كامل وانا سكت متحمل مسؤوليتي واعمل نعمل الله يبارك انا صححت بيدي اي نصلي على النبي انت تقرا ويعلم اي انا نقرا وصححت وساعه القضاء لها غفله اما راهي الحل نتاع الاشكال الكل عندك انت مش عند زوجتك انت تو لا انت تو خلينا نفصلك انا غيرتني المراه هذه وليداتها يرحم والديك تو انت تتحمل مسؤوليتك تنجموا تحكيوا في الكواليس مازال راهو فيه ما يتحكي الرجل فهمتني تنجم تلقى معاه صياغه تتفقوا فهمتني ولا احنا باش نتبعوا الوضعيه نتاعكم راهو باش نتبعوها باش نتبعوها تتفقوا ترجع له 5 ملايين اي 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 5 ملايين لو كان عنده دين اسمعني عاد بدا 500 متر وزان نعطيها له 500 متر ما زلت عندي في منطقه ذي في معتمديه القصر تو هذا شفتي راجلك اي اللي قالت عليه اللي قالت نعطي مالو خويا 500 متر قلت لك قال لي انا ذي راني قلت لها اسمعي في راجلك تو بكري قلت له عندك املاك قال لي ما عندها شيء ما اسمعي راهو راهي لينا هذه 500 ما قلتيها عليها قال لي لا 400 مش 500 400 متر قلت لها العابد قلت خذها واخرج لي من الدار قال لي لا 900 خرجت من المرة 400 قعد 500 500 هكاك اما راني قلت انا لا ميتو يعمل 100 الف بس ما هي مش تاعي تسوى 500 متر ب 50 دينار 60 دينار في السوق هذا تسوى 5 ملايين لا لا تسوى حكاية 25 فك السوق هذاك شوف خلص ديونك سا راه لو كان عندك لا ريح بس اسمعني استنى 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 رجع لي الدار واموره 5 ملايين ترجع له داره فهمني ولا يرجع لك الدار تكتب له 5 ملايين وتقول له خويا الدين اللي ما بيناتنا فهمني ولا راهو من هنا العام يخلص يرجع الدار يعمل على روحه يرجع الدار ومن بعد تتفق في الدين ما عنديش مين نرجع حاله السي جعفر نايش ما عنديش نرجع حاله نايل الكريم تاع الشهر هذا ما خلصتوش السي جعفر نايش كون باش يخليه هو باش يستمثل لينا باش نعطيه 5 ملايين خليه من الدين اللي سالهو لي خلصوا ما خلصوش شكون مش خليه يغلب كيكي باش نعطيه 5 ملايين ونرجع الدار تو قلت لك نتبعوا الوضعيه تنحاولوا نحن نزيدوا نحكيوا معاه بارك الله فيكم واش تبعوا الوضعيه بتاعكم ان شاء الله ما ثما كان يرحم والديك بارك الله راني 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 يعلم بك ان شاء الله ما ثما كان الخير ان شاء الله ما ثما كان الخير تنتبعوا الوضعيه بارك الله فيك يعيشك بارك الله فيك يعيشك بارك الله فيك الوضعيه متشعبه شوي معناتها ديما نرجعوا للمقوله اللي تقول الثقه في الوثيقه الثقه في الوثيقه ما ثماش حل اخر معناتها تو تجي تشوف السيد العابد هذا قال لك انا الراجل كاتب لي ب 5 ملايين
فهمتني؟ انا خذيت من عنده 5 ملايين وانا مسلفه 100 مليون وعندي ما يثبت، وهذا يقول راهو لا انا ما في باليش كيفاش تصحح. معناتها ديما قبل ما نصحوا قبل ما نقرروا قبل ما نحسموا لازمنا نثبتوا للماكسيموم. نحكي بصفه عامه عليكم اللي تفرجوا فيه تو، ونحكي حتى على روحي سبحان الله، ان شاء الله باش نتبعوا الوضعيه هذه ونحاولوا ناثروا على سي العابد او موا على الاقل يعطيهم الدار بعد ما يكتبوا له يعطيه الخمسة ملايين، ولو كان عنده دين وفلوس يسالوا لانه زاد حق فهمتني يخلصوه، وان شاء الله ربي يجريها على سلاح.